لا يستطيع الإنسان أن يعيش مع الله دائما في حال المراقبة والمشاهدة، لكن ساعة وساعة. فلو أن العباد جميعا كانوا على ذلك المستوى لصافحتهم الملائكة في الطرقات، ولا انكشفت لهم الغيوب، ورأوا الأمور التي هي أسرار لا يمكن كشفها الآن في هذه الحياة. ولذلك لا بد أن يبقى من الأوقات ما يصرف من الأمور الأخرى. لكن مع هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة استغلال ثلاثة أوقات، هي أوقات الذروة وأوقات الغفلة. استعينوا بالغدوة، أول النهار هذا وقت البركة فيه، هذا الوقت الذي ينام عنه كثير من الناس وينشغلون فيما لا نفع فيه، وترى البهائم تغدو فيه والطيور وغيرها تغدو في هذا الوقت تستغله استغلالا عجيبا، كما في الحديث: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو الطير في الصباح الباكر عندما ينشق الفجر، تخرج من مكناتها وتبدأ مشوارها اليومي. والبهائم أيضا تبدأ رعيها من هذا الوقت، والجادون أيا كانوا يبدأون عملهم ونشاطهم في هذا الوقت. فلذلك الغدوة وقت مباركة على الإنسان أن يغدو فيه، وأن يعلم أنه في سباق وأنه تاجر وأن رأس ماله هو هذا الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم بعد هذا قال: والروحة، فآخر النهار هو ختامه، وهذا الوقت الذي أنتم فيه وقت عظيم جدا، وبالإمكان أن يعوض فيه الإنسان ما مضى، وهو الوقت المضروب لهذه الأمة. فالأمم من قبلكم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حالها وضرب لها مثلا عجيبا، ضرب مثلا لهذه الأمم الثلاث اليهود والنصارى والمسلمين بملك دعا عمالا، فعملوا من الصباح إلى أن ارتفعت الشمس وتعالى النهار على قراط قراط، ثم دعا عمالا آخرين فعملوا من ارتفاع النهار إلى العصر على قراط قراط، ثم دعاكم فعملتم من العصر إلى الغروب على قراطين قراطين. فقالت اليهود والنصارى: أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا واحدا. فقال: فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فنحن السابقون من ناحية العرض على الله والوزن يوم القيامة، ونحن الآخرون من ناحية الوقت، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، لكن هدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ووفقنا ليوم الجمعة وهو يومهم الذي اختلفوا فيه، والناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. فهذا الوقت الذي ضرب مثلا لهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس وقت عظيم جدا، بالإمكان أن يراجع فيه الإنسان محفوظاته، وأن يكثر فيه الذكرى حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبالإمكان أن يتعلم فيه الشيء الجديد، وبالإمكان أن يتدبر فيه مسيرة حياته في هذا اليوم فيبادر لتدارك زلاته وأخطائه. فأنت قمت من الصباح فاستيقظت، فأعاد الله إليك حياتك وسمعك وبصرك وعقلك وجهازك العصبي، وكان بالإمكان أن يأخذها. فأنت ترى كثيرا من الناس يموتون في نومتهم، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فترى كذلك كثيرا من الذين أخذت أسماعهم أو أبصارهم في نومتهم، وترى آخرين أخذ إحساسهم فاستيقظوا وقد فقدوا الإحساس، لا يستطيعون حركة ولا مساسا. فإذا أنعم الله عليك فرد عليك حياتك، ورد عليك عقلك، ورد عليك سمعك، ورد عليك بصرك، ورد عليك قواك، فهذه نعمة عظيمة، وردت عليك للتكليف وللقيام بمهماتك في هذا اليوم، فبادر إلى استغلال خطتك. فإذا جاء وقت العصر عليك أن تحاسب نفسك: كم كانت واجباتك اليوم؟ كم كان عليك من الفرائض في الصلاة؟ كم كان عليك
من الواجبات كم كان عليك في طلب العلم، كم كان عليك في وردك اليوم من القرآن، كم كان عليك من صلة الرحم، كم كان عليك من مرور الوالدين، كم كان عليك أن تقدمه في مسابقتك مع أقرانك ونورائك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والازدياد من الخير. فإذا حصل تقصير بادر لاستغلال الفرصة قبل فواتها قبل غروب الشمس، فادركها في آخر اليوم. ولك في ذلك موعظة وعبرة، فأنت ترى الشمس حجة فقد طلعت كطلوع شبابك أنت، وها هي تغرب مكسوفة كحالك عند الموت. ولذلك قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فإذا تبت وأنبت فإن توبتك قاضية على ما سبق، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ومعنى الكرة الرجوع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. لو أن لي كرة أي رجوعا إلى الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلذلك لا بد إذن أن تجد تقصيرا في العمل أو توفيقا فيه وإحسانا، فالتوفيق حظه الشكر لأنه نعمة أنعم الله بها عليك فقيدها بشكرها، والتقصير حظه التوبة لأنه إساءة إلى نفسك وظلم لها فبادر للتوبة منها قبل فوات الأوان.